ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه قال: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه الرواية المباركة، يقع الحديث تحت عنوان فاطمة الزهراء بضعة الرسول، ويدور الحديث في عدة من التساؤلات. نبدأ أولا بالتساؤل الأول، وهو: لماذا يركز النبي صلى الله عليه وآله على اسم فاطمة؟ نحن نعلم بأن النصوص المباركة بيّنت أن للسيدة الزهراء سلام الله عليها عدة من الأسماء، وكل اسم من هذه الأسماء جدير أن يوقف عندها وأن يعمد إلى دراستها، خصوصا حينما تكون بعض تلك الروايات قد بيّنت أن المراد من هذا الاسم هو كذا، كاسم فاطمة سلام الله عليها. لكن بعض الروايات الإنسان حينما يقرأها قد يعتقد بأن هنالك تعارض بين الروايات، إلا إذا حملت على تعدد المعاني. يعني بعض الروايات أنت لما تقرأها عن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، ما هو المراد من اسم فاطمة؟ كثير من الروايات، والروايات مختلفة، هذه الرواية تقول لأنها كذا، والرواية الثانية تقول لا لأنها كذا. لكن نحن نعلم بأن للصديقة الطاهرة سلام الله عليها لها أسماء عدة، أقل الأعداد ما ورد في الرواية الصادقية. الرواية تقول إن لفاطمة سلام الله عليها 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة العالمة المباركة الطاهرة الراضية المرضية الزكية، إلى أن يقول والزهرة. إذن هنالك عدة أسماء للصديقة الطاهرة، لكن حينما يأتي النبي ليتحدث عن ابنته ماذا يقول؟ دائما يقول ابنتي فاطمة، باب فاطمة بابي، حجابها حجابي، فاطمة بضعة مني. لماذا لم يقل الصديقة بضعة مني؟ ولماذا لم يقل باب الزهراء بابي؟ دائما يركز على اسم فاطمة. لماذا؟ العلماء يقولون أن المسمى إذا تعددت أسماؤه فإن لكل اسم من هذه الأسماء يحمل وظيفة من خصائصه. يعني أنت الآن لما تأتي إلى اسم من؟ إلى أسماء الله عز وجل. الله ذكر له في القرآن إيش قد اسم؟ 99 اسم. قالوا كل اسم من هذه الأسماء تحمل جنب من تجليات عظمة الله عز وجل. يعني لما تأتي إلى اسم الرازق ما له علاقة بالعالم، العالم ما له علاقة بالخالق، كل اسم من هذه الأسماء يدل على وظيفة ويدل على زاوية من تجليات كمالات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله له أسماء كثيرة: طه المختار، المصطفى، الأمين، محمد، الصادق. قالوا كذلك كل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله يبين شيء من شخصيته. لما نأتي
إلى العلماء يقولون لكن هذه الأسماء كلها ترجع إلى اسم واحد، هذا الاسم يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بأم الأسماء. يعني الآن أنت لما تأتي إلى أسماء الله عز وجل إلى 99 اسم، هنالك اسم واحد من أسماء الله، جميع هذه الأسماء ترجع إلى هذا الاسم، وهو اسم ماذا؟ قال هو اسم القيوم. اسم القيوم جميع أسماء الله عز وجل ترجع إلى هذا الاسم، فيقولون اسم القيوم أم الأسماء لأسماء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله عنده عدة من الأسماء، هنالك اسم جميع الأسماء تندك تحته، ما هو هذا الاسم؟ قالوا هو اسم محمد. وعليه أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يكرر اسم فاطمة قالوا لأن اسم فاطمة هو أم الأسماء، جميع أسماء الصديقة الطاهرة تندك تحت هذا الاسم. أعطيك مثال من أسماء الطاهرة سلام الله عليها، اسم العالمة أدلولا، من أسمائها العالمة، قالوا هذا اسم العالمة يدخل ضمن اسم فاطمة، شلون؟ قالوا الآن في الرواية إنما سميت فاطمة لأنها فطمت بالعلم، يدخل ضمن فاطمة. الشفيعة يدخل ضمن اسم فاطمة، إنما سميت فاطمة لأن الله سبحانه وتعالى فطمها وفطم شيعتها عن العذاب أو عن من النار يوم القيامة. لذلك حينما يكرر النبي سلام الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته فاطمة ويكرر اسم فاطمة، قالوا لأن اسم فاطمة هو أم الأسماء وجميع أسماء الصديقة الطاهرة تندك تحت هذا الاسم، ولذلك النبي ركز عليه. هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، ما هو المراد من البضعة؟ لما نأتي أولا إلى الناحية اللغوية، قالوا البضعة هي القطعة، القطعة لما تقتطع منها شيء، هذه القطعة يعبر عنها ماذا؟ بضعة. لما تكون عندك قطعة لحم وتقتطع منها جزء، هذا الجزء يعبر عنه بالبضعة من اللحم. زين، هذه من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الروائية ما هو المراد؟ فاطمة بضعة مني، شنو يعني؟ هنا رأيان. الرأي الأول وهو ما يذهب إليه بعض علماء أبناء العامة، ماذا يقولون؟ فاطمة بضعة مني يعني فاطمة قطعة مني. طيب شو يريد يقول النبي؟ يريد يقول للناس أيها الناس ترى فاطمة بنتي بس، أيها فاطمة بضعة مني بس، يريد يقول لهم ترى فاطمة بنتي. زين، ليش؟ قالوا لأن الولد قطعة من من؟ قطعة من والديه، ففاطمة بضعة مني يعني ترى فاطمة ابنتي. لكن هذا الكلام هل هو مقبول أن يصدر من النبي صلى الله عليه أن يصدر من النبي؟ قالوا لا، نحن نعلم أن الحكيم إذا تكلم بكلمة هذه الكلمة تحمل معاني وقيم عالية تحتاج إلى دراسة، فما بالك بمن أعطي جوامع الكلم، فما بالك بمن قال عنه الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الكلام غير مقبول من النبي، يعني يريد يجمع الناس يقول لهم أيها الناس، والكل يلتف حوله، إيش عندك يا رسول الله؟ ترى فاطمة بنتي، أنا بس أقول لكم ترى فاطمة بنتي. يعني هذا العلماء يعبرون عنه من فضول الكلام. إيش قد يعني من شنو يعني من فضول الكلام؟ من فضول الكلام يعني ماكو علة وغاية من هذا الكلام،
مثل لما يجيك واحد يقول لك السماء فوقنا، تقول انت متأكد ما عندك رأي ثاني؟ السماء فوق، هذا من فضول الكلام. الأرض تحتنا، هذا من فضول الكلام. النبي صلى الله عليه وآله منزه عن فضول الكلام، ولذلك لا ينطق إلا بشيء يحمل معاني عالية. فحينما يقول فاطمة بضعة مني، يعني فاطمة ابنتي، هذا من فضول الكلام، وزي ما يقول تحصيل حاصل، هي ابنته والكل يعلم بأنها ابنته. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو رأي علماء الشيعة، قالوا فاطمة بضعة مني، يعني النبي يريد يقول معنى عميق، يعني فاطمة تمثلني، فاطمة تمثلني في صفاتي، تمثلني في قيمي، تمثلني في مقاماتي، إلا ما خرج بالدليل. ولذلك بعض العلماء قال فاطمة بضعة مني، قال البضعة هو القلب، يعني فاطمة هي قلب رسول الله، فكل ما كان مودع في قلب رسول الله ومكنون في قلب رسول الله فهو مودع ومكنون في قلب من؟ في قلب فاطمة. هذا ما يعود إلى التساؤل الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. التساؤل الثالث وهو ما هو الارتباط بين رضا الله ورضا فاطمة؟ إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. العلماء مولانا يقولون بأن للرضا مراتب، الرضا مو مرتبة واحدة، لا مراتب. المرتبة الأولى هي أن يرضى العبد عن الله. عجيب، أنا أرضى عن الله عن الله؟ قالوا نعم. من مراتب الرضا أن يرضى العبد عن الله عز وجل. شلون؟ قالوا حينما يصاب بالابتلاءات، حينما يرضى بالقضاء والقدر ويسلم بما كتب الله إليه، حينئذ يصل إلى مرتبة رضا الله، رضا العبد عن الله. لذلك أحد العلماء يقول أنت لما تقول بأنك راض عن قضاء الله وقدره، ترى هذه القضية مو صعبة، لكن أغلب الناس ما تتجاوز عندهم هذه القضية عن دائرة اللسان. ليش؟ تشوفوا أنت قدامك يقولك ترى أنا راضي عن قضاء الله وقدره، بس في داخل ألف لماذا ولماذا، لماذا أنا، ولماذا أنا مبتلى، ولماذا يصيرني حادث، ولماذا أفقد، ولماذا ولماذا، وبعدين يقولك أنا راض عن قضاء الله وقدره. أنت لم تصل فيها بهذا الكلام إلى مرتبة الرضا الفعلي، وإنما أنت لازلت في دائرة الرضا اللساني، أنت في دائرة اللسان، هذه مرتبة. المرتبة الثانية أن يرضى الله عن من؟ عن العبد، وهذه مرتبة أعلى وأعلى. الإنسان حينما يلتزم بالتكاليف الدينية والأحكام الشرعية وبما أوجبه الله عليه وما حرم الله عنه، زين، حينئذ يصل إلى مرتبة أن الله يرضى عن هذا العبد. الزهرة وصلت إلى المرتبة الأولى فعبر عنها بال الراضية، ووصلت إلى المرتبة الثانية فعبر عنها بالمرضية، السلام عليك أيتها الراضية المرضية، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي مرتبة الاندكاك، المرتبة الثانية هي مرتبة الاندكاك، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل رضاه برضا من؟ برضا عبده. يصير هو الذي قال عبدي أطعني، تكون مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون، بل يصل إلى مرتبة أن الله يجعل رضاه برضا هذا العبد. وهذا ما وصلت إليه الصديقة الطاهرة، فقال عنها النبي إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب
بغضبها. يعني الله جعل رضاه برضا من؟ برضا فاطمة. طيب ما هو الأثر المترتب على أن الإنسان يعتقد بأن فاطمة يرضى الله لرضاها؟ الأثر الأول عصمتها. أنت الآن لما تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى جعل رضاه برضا هذا العبد، يعني الله هل هو من المعقول أن الله يجعل رضاه عند عبد يتجرع عليه أو يعصيه أو يذنب؟ ما يمكن. وإنما جعل رضاه وقرنه برضا عبده وهي الصديقة الطاهرة لأنها معصومة سلام الله عليها. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني مقام الحجية. واحد من مقامات الصديقة الطاهرة هو حجيتها على الأئمة الأطهار والقادة الأبرار. شوف الرواية عن الإمام العسكري: نحن حجج الله على الخلق، وجدتنا فاطمة حجة الله علينا. يعني الزهراء حجة على من؟ على أبنائها المعصومين. شلون الإنسان يتصور؟ قالوا الزهراء منشأ مقام الحجية عندها أنها وصلت إلى مرتبة أن يكون عندها علم التأويل. الله سبحانه وتعالى أعطى الصديقة الطاهرة علم تأويل القرآن، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله صارت الملائكة تتنزل على من؟ على فاطمة. يسلون الزهراء، يواسوها. زين، هذا الآن لما كانوا يواسون الزهراء سلام الله عليها وهذا الملك يسلي الزهراء، تكون عندنا مصحف يقال له مصحف فاطمة. هذا المصحف من اللي كان يدونه؟ كان يدونه من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا المصحف هل هو قرآن آخر أم هو تأويل للقرآن؟ قال هو تأويل للقرآن وليس قرآنا كما يدعي بعض أعداء أهل البيت. بعض الخصوم يقولون: لا ترى هذا اللي تقولون أنتم مصحف فاطمة ترى هذا قرآن. نقول: لا، الروايات التي هي ثابتة عندنا بيّنت بأنها ماذا؟ بأنها تأويل. ولذلك سلام الله عليها هي واسطة في إيصال العلوم اللدنية والفيضية إلى من؟ إلى أبنائها المعصومين، وبذلك أصبحت حجة عليها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يرضى لرضا فاطمة، ترى رضاها مقرون برضاي وغضبها مقرون بغضب الله